الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله تحت الطلب واحد البنت ديما تتخلي لي تعليق وتقول لي ما تترديش لي البال. إن شاء الله بحول الله وقوتي اليوم غادي نرد لك البال وغادي نعطيك الوصفة ديالك اللي قالتك مخطوبة وبغات الزوج ديالها يسرع في الزواج ديالها. تنتمنى اللي تيشوف هاد الوصفة كاع اللي بغات خاطيب يجي، بغات الزوج يجي، بغات البعيد يجي، بغات القريب يجي، أنها دير هاد الشيء إن شاء الله على حسب الطلب ديال هاد السيدة، ولكن صالحة كاع الناس اللي باغين يتزوجوا بحول الله وقوته. اليوم غنديروا هاد الوصفة ونقولوا الأعراض ديال البنت اللي تيخطبها الخطيب، ولكن تكون بغات امتى تتزوج. لا تمهلي، اي حاجة درتيها في خاطرك ما تجيش. نحاول نتمعن ونتروى وما نزربش الوقت اللي غادي في الطاقة الإيجابية. إلا زربتي على الحاجة ولا بغيتي الحاجة ما تجيش. نحاول نحيدها من خاطري وندير الأسباب فقط، ونحاول أن ما نجذبش النحس ونقول ما غاش يجي، ما خصو يقرب، خاصني نتروى وخاصني ما نديرش الحاجه في بالي. الوقت اللي تنديروا شي حاجه في بالنا ما تجيش، الوقت اللي تنهملوها تجي من عند الله. هذيك الطاقه الايجابيه ديال الطاقه الكونيه انك ما ديريش بالك مع الامور. الا درتي بالك مع الامور ما تجيش. حاولي انك ديري الاسباب وديري الادعيه وديري الحاجه اللي عليك، وما نحطوش في بالي، ما نحطش الامور في بالي. ما حد مع والدي نتمتع مع والديا، نشبع منهم حتى نمشي لداري. الا مشيتي لدارك تحاولي انك تصابري، وخاصك تعيشي حياتك على اساس ان هذيك هي حياتك الجديده، وما نزربش اموري. حتى الا كان الزواج تيكون فيه الصبر، الصبر الصبر، نوصيكم على الصبر. الزواج ماشي هو عرس، هو الحياة. هو الزواج يكون موثق بالصبر، هو العماد ديال الزواج. الزواج هو الصبر والثقة، وتكوني مآمنة بالشخص اللي هو معك. إذا كان غادي يجي راه غادي يجي، ما كانش غادي يجي راه هو بعد اللي فيه الخير الله يجيبها. تتقولي اللي فيها الخير الله يجيبها. اليوم إن شاء الله غادي نحط هاد الوصفة على تحت الطلب ديالك. المهم غتاخدي تمشي عند العطار، غتاخدي الريحان ورق السدر، وتاخدي الورد. الورد هو مع الورد. الورد ها هو الورد. الورد والريحان ورق السدر، ثلاث مكونات. ناخذ واحد الكميه، ناخذ رابعه، راه 5 دراهم بالمغربيه، 5 دراهم مهم شيء قليل. يجمع لك الريحان ورق السدر غير مطحونين، الورد العادي، الريحان ورق السدر، 3 مكونات تنعوم بهم مده اسبوع. كل ما نقرا عليهم لا قراءه لا والو، غادي تبخيهم وتضيفيهم الى ماء وتعومي بهم. تعومي بهم، ولكن من تتسالي غتقراي سوره الرحمن وغديري الدعاء ديالك. غتقراي سوره الرحمن كل ليله بعد هاد الريحان غادي تعومي به بلا قراءه، غادي تعوم تبخيه وتعومي به كل نهار باش يبعد عليك النحوسات وتبعد عليك العوارض وتبعد عليك كل شيء. هاد الماء ديال الريحان ورق السدر وهذا غتعومي به بلا قراءه، وتجمعي هادوك الريحان اللي عمتي به تبختيه تلوحيه، والماء تعومي به. في الليل ان شاء الله غادي تقراي سوره الرحمن، تقرايها مره واحده ولكن ديري الدعاء يوميا مده
مدة أسبوع، مدة 10 أيام، مدة 15 يوم، شوفي أنت على حسب بغيتي تاخديها كورد أنك باش يجي يدخل ما يتعطلش. حاولي ديري هذه، اقرا سورة الرحمن ونقول هذا الدعاء ان شاء الله بحول الله. انا نعطيه لك دابا: اللهم بحق عروسة القرآن سورة الرحمن، اجعلني عروسة لفلان والفلانة، وادفع عني النحوسات والعكوسات والعوارض، انك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. المهم نعوم إن شاء الله. بغيتي تزيدي الورد، بغيتي تزيدي الريحان، ولكن وقت القراءة تترشي شي عطر يكون جيد، يكون الرش هكا، الرش على الملابس ديالي الطاهرين، وقرا سورة الرحمن، حيت سورة الرحمن فيها الريحان. الله سبحانه وتعالى تيهضر على الريحان في سورة الرحمن، وانت غتقراي في الليل تصلي وتصلي تقراي سورة الرحمن، وترشي بشي عطر طيب ديال العود، ولا ديال، انا تنخدم بالعود بزاف، هذا عود الخشب، وناخد انا شي عود يكون طيب في القراءة مدة 10 أيام، 15 يوم، 21 يوم، 7 أيام، على حسب الطاقة ديالك. المهم نقول الدعاء ديالي، نقرأ سورة الرحمن، نقرأ 2 مرات، مرة واحدة، 3 مرات، على حسبك انتي اشنو بغيتي، ولكن تقرأها كل يوم وتعومي بهذا الماء كل يوم، حيث هذا الماء هو اللي غيبعد منك النحوسات ويقرب لك، يحيد لك هذاك التعطير ديال انت بغيتي معطر عليك الوقت. بغيت ربي يسهل الامور ان شاء الله، وكاع اللي يسمعك يسهل عليك ربي سبحانه وتعالى. نقرا سورة الرحمن ونقول هذا الدعاء: اللهم اللهم بحق عروسة القرآن سورة الرحمن، اجعلني عروسة على فلان ولد فلانة، وادفع عني النحوسات والعكوسات والعوارض، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصافي ان شاء الله غتحسي بواحد الراحة، وتربي غيعطيك واحد الطمأنينة، غيقول لك الله انا معاك، الله انا سبحانه وتعالى غادي نوفقك وغادي نستر لك وغادي نهداك، لان الله كريم، خصوصا في ثلث الليل. والله العظيم ثلث الليل ما كاين ما اجمل منه. ثلث الليل احسن حاجة هي ثلث الليل، نقرا قبل من الفجر بساعتين، نقرا هاد الدعاء ونقرا سورة الرحمن، فيها شفاء، فيها تحيد لك النحوسات، تحيد لك العوارض، تحيد لك كل شيء. ولو تكوني عروسة، ولو تكوني عروسة تقراي هاد الدعاء، ولو على باب تكوني عروسة. ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا هذه القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو عندي إن شاء الله، وتبارطاجيو هاد الفيديوهات باش تعم الفائدة على العموم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.